هذا التنين هذا التنين شو يسوي هنا بس لا راح يكتنه خلنا اشرد اشرد احسن لي هاي <applause> السلام عليكم شباب 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 اخبار السلام عليكم شوكم شباب شو اخباركم معكم مصطفى واليوم الحلقه الثانيه من ماب دايفرسيتي 1 البارحه نزلت الحلقه الاولى واليوم الثانيه كتبت لكم بالكومنت ايش تريدون العب هذني فاكثر الناس قالوا سرفايفل بس اكثر شي اكثر شي اللي هو الدروبر السقوط من السماء او ما بالطيحه فاليوم راح نلعب دروبر حسب ما كتبتوا لي بالكومنت يلا جاهزين 1 2 3 وي طبعا شباب غيرت المايك كتبوا لي اياه الاحسن المايك القديم او الجديد رايكم يهمني يعني رايكم يهمني جدا جدا فقلوا لي ارجع على المايك القديم لو هذا جديد فكتبوا اي المهم آه هذا ما بطيح وين الطيحه منين نشيت هي مهم كتبولي هل الصوت عالي او ناصي هل صوت الكيبورد مزعج او صوت الماوس ارجع القديم ارجو ارجو منكم ان تساعدوني كتبولي يا هو الاحسن بالنسبة لكم اي خس يا خس خس شنو جزر بوتيتا بطاتو وكاروت اوكي ما ادري هو ما بطيح شنو جاب الزراعة بالنص المهم هنا عندنا فيليجر هي شنو ها 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 برا يلا برا <applause> وي والله وقع وقع خطيه اوكي شباب أه نشوف شكو ماكو شو السالفه وين ما بطيح أه ريتيرن تو هوب العوده الى الهوب لا ما نريد نرجع للهوب نريد نكمل هذا القروي شو سالفته هاي داخلين دروبر ما داخلين لغز وين الطريق عمو عمو القروي وين الطريق وين الطريق قلت لك وين الطريق <applause> اوكي خلينا نشوف شكو بالبيوت أه هذا البيت لا ما استكشفناه ماكو شيء هنا والله ما ادري منين يبدي يعني ما بطيحه ما بطيحه شنو السالفه هي hey, البر شو معقوله من وين ما؟ اوكي شباب هذا هو منا الطريق ها من المرحله الاولى طبعا انا ممتاز بما بطيحه فاذا كملنا اليوم من وقت ما بطيحه يعني صار وقت الحلقه قصير نكمل نلعب سرفايفل مثل ما طلبتوا بس اذا طول الفيديو لا ما العب سرفايفل فاذا كملت ما بطيحه من وقت آه راح العب سرفايفل اوكي الله 1 2 3 اوكي والله سهلة هاي، هاي سخيفة سخيفة ها بالصوف، سخيفة سخيفة، يلا أرجع انزل انزل، مسوي <applause> نفسك محترف وانا قوي بباب الطيحة يلا وينك، شو متت ها؟ آه طبعا، اه أشنو ستيف، هلا ستيف شلونك؟ خبارك هاي آه ايدك، اه خطية كسرنا ايد ستيف ام آه سور ستيف، آه هاي ايديك يعني، اوكي ما بالثاني اوكي، اعتقد كل مرحلة لازم ندور على اي شنو هذا؟ والله ما ادري اعتقد كل مرحله لازم ندور على المكان اللي نسقط منه اعتقد هذا بين بين اي صح هذا اوكي يلا 123 وي 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 اوكي من المحاوله الاولى طبعا اول مره ما ادري ايش بيها خسرت قلت لكم انا قوي طبعا ميت مثل ما تشوفون آه. على اليمين آه. مره واحده هلا ستيف 3 دي دك لو ما ادري اي اريد يدي اه اوكي يلا آه هسه منين اه نبدي اه والله حلو حلو هذا الثلج ثلج ثلج شتاء اوكي بلا بلا هبل هذه مش تسوي ريتيرن تو هوب عم ما اريد نروح للهوب خلينا نكمل منها اعتقد اوكي بدت بدت تصعب يا شباب بدت 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 تصعب بدت تصعب انا صوتي استهزأت بيهم بس عادي يعني محترفين يا اخي محترفين هلا ستيف اوكي هنا عد هاي تمبل الغابة او معبد الغابة والدنيا تمطر أه منين نبدي ال... من فوق من من جو شنو هالصوت؟ سمعتوا شباب؟ هاي هاي البارحة هم سمعت صوت كتبتوا لي بالتعليقات صوت هيرو براين ما اعرف فعلا هيرو براين او لا ريتون تو هوب ما نريد نرجع لهوب والله مشكلة هذولا منا منا اوكي منا يلا 3 2 1 هاي 3 2 1 يا معود وييييي ركز ابو صوف ركز ابو الصوف ركز ابو الصوف ما اعترف ما اعترف ابو الصوف ما اعترف ما بالطايحه بس آني مشكلتي بالباركور ضعيف بس ما بالطايحه آه تنبل لا لا يا تنبل وقعت لا لحقوني يا اخي ما ادري هم يعني الماب ما قال هذا خاف يرجع ورا شويه اوكي رسمنا جوا ها منا وقعنا هذا <كانت> تمبل الصحراء ومعبد الصحراء مثل ما هو التصميم ما ضايفين عليه اي شيء فندخل هسه ريتورن تو هوب نرجع لهوب اوكي يلا 1 2 3 وي 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 وين الماي؟ وين الماي؟ وين الماي؟ اوكي هذا الماي هذا الماي اركضوا بالصوف انا بالصوف محترف اليوم اليوم نكمل ميت بس مرتين الثانية ما تنحسب لأن وقعت من الماب ما ما خسرت بذني وقعت من الماب اوكي نشوف المنطقة هاي الإند يمكن ريترن تو ما نريد نرجع للهوب وين يمكن من الان هاي لافا نتقلى شوي اوكي خل تقلى يلا هاي منا 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 آه لا 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 بس لا اموت بس لا اموت بس لا اموت, بس لا, أموت لا, لا 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 يا اخي هسه ليش ما تلعب وتسكت؟ شنو السالفه؟ اوكي هذا منا هاي وقف النار ما اشوف زين وقف النار كافي كافي ماكو مي؟ لا والله ماكو مي كافي كافي والله طفيت والله اوكي يلا هذا الاند أو صعب يا شباب يلا وي هاي هاي هاي, 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 هاي. هاي. صعب بدت تصعب يلا منا على اليسار على اليسار على اليسار على اليسار اوكي, اوكي 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 يلا يلا عبرتها اوكي هسه ميت مرتين اه هذا شويه زين يعني صعب بس مو كلش عبرتها من ثاني محا النذر النذر هنا عندنا ساندستون ولافا هاي نزله هاي القلعه نبتات اوكي سيشن ها من اعتقد البدايه حسب ما اعتقد أو اوه هو صعبة, صعبة بدأت صعب بدات تصعب يا شباب بس مو مشكلة احنا ابطال ابطال قلت لكم احنا ابطال يعني يا اخي والله سهل سهل اذكر ما بدايفرستي 2 ما بطيحة مالته قوي قوي يعني صعب شوية اوه الاند وصلنا الاند وين تنين؟ اي تنين وين؟ ما ماكو تنين لان يعني هو ما بالطيحة اصلا بس فوق مكتوب ان اندر دراجون الدم مالته اوكي هاي هاي شنو السالفة؟ هاي وين نروح؟ وين نروح؟ وين؟ ها افتهمت افتهمت فهمت 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 اوكي هاي ما محسوبة يا شباب لأن ما أعرف الماب آه هسه منا هاي, هاي فرق مربع واحد مربع واحد والله والله هني محترف محترف هذا التنين هذا التنين شو يسوي هنا؟ بس لا راح يقتلنا خلنا نشرد اشرد, اه اشرد أحسن لي هاي والله التنين ألو هلو 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 يمكن بس شكل هذا لان ضربه ما يصير شيء هو التصوير البطيء هذا سلو موشن تنين سلو موشن اوكي خل خلأ ضربة اضربه بذيله ما ماكو شيء اوكي خلينا نكمل هاي شنو هاي حصلنا الصوف الازرق شو بسرعه والله سريع كلش انا قلت لكم راح اخلصها من وقت فنخلي هذا بالصندوق آه كملنا هاي المهمه اللي لونها ازرق فقلت لكم اذا نلحق من وقت آه نلعب سرفايفل لان التصويت كان هاي اي كمال دروبر راح نلعب سرفايفل فالتصويت كان اكثر شيء ما بالطايحه وبعدها سرفايفل فوين السرفايفل بازل بونش دروبر سكايب هروب متاهه ما اعرف ادفنجر قتال وحش لا سر... اي هذا سرفايفل يلا جاهزين للسرفايفل 1 2 3 يلا اوكي اب شنو اب ف... يعني فوق اي شنو هذا بيت روك شنو هذا الصندوق هي 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 وشيخ نستكشف المكان نظره المكان أه تقريبا يشبه مكان دايفرسيتي 2 تقريبا بس هذا ال... الشيء اللي فوق بالسماء ما كان موجود حلو والله ما ادري المهم هو سرفايفل فكرته سرفايفل انه نبدي أه وين الاشجار هي شلون نصنع ادوات ها آه. شجره واحده وات يلا عادي عادي حتى ذا شجره واحده من نكسر الاوراق مالتها يطلع لنا أه شتلات فالشتلات نزرعها ونحصل بدال الشجره شجرتين بس مرات اذا واحد حظه نايم ما تطلع لشتلة شتله مجربها والله مره مره جربتها ظليتها اه كسر بالاوراق ما الاشجار ما طلعت لي ولا شتله بحيث انصدمت قلت معقوله ايش حظ الدرجة فاوكي مو مشكله خلي نكسر اول شيء اه اسوي اي بدات تتكسر يلا 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 اه تطلع لنا شتله لو لا حتى اذا شتله وحده كافي تفي بالغرض اي هاي شتله حلو نزرعها هنا بس يا ريت لو يجينا بعد شتلات اكثر يعني يا رب بعد شتلة انا مود نسوي اكثر من شجرة تساعدنا اكثر بالادوات أه بس عجيب المشكلة ما شفت ما شفت كابل ستون يعني نبقى على ادوات الخشبية شلون ما ما ادري والله الصراحة اوكي نريد شتلة ثانية هسه شتلة ثانية نريد شتلة ثانية اي شتلة ثانية اوكي نزرعها بصفها يا رب شتلة ثالثة شتله ثالثه أو اعرف اسمها آه سافلينج مو واحد يقول شنو شتله ادري اسمها سافلينج بس انا احب اقول مصطلحات بالعربي يعني فاوكي آه على ما على ما يطلع عن ذني شتلات طلع لنا اشجار جدا خل نسوي الامور الاساسيه لماين كرافت اكيد يا كرافتنج تيبل وادوات عاديه آه راح اسوي آه شو اسمه بكاكس اوكي بس بكاكس راح اسوي استفاد من الخشب على آه مود آه شو اسمه اسوي ادوات من كابل ستون بس وين الكابل ستون هي هذا كلي والله ما ادري ها لا لازم لازم اريد اصعد فوق اريد اصعد فوق اشوف شكو هناك فراح اسوي شافل اسوي شافل اجمع شويه ديرت واصعد فوق بالديرت اشوف شكو ماكو اتذكر بسر الدايفرسيتي تو اعطونا كتاب قال المطلوب من يمك اتذكر كانت تسوي جولدن ابول اذا تذكرون يعني جولدن ابول و عين مال عنكبوت محللة والله من زمان ما لعبه صار ثلاث اشهر تقريبا يجوز بعض منكم يذكروه والمشتركين الجديد يعني الجدد يعني يجوز ما شايفيه فانصحكم تشوفوا ذا 2 رهيب فاتشي خرافي اعتقد جمعنا عدد هواي من الديرت اعتقد 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 ف اوكي نصعد فوق هاي الفتحه يقول اب يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ان شاء الله يكفي ال... الديرت كفى والله اوكي انسيت انسيرت ايتم انتو هوبر يعني خلي الاشياء في داخل الهوبر هذا الهوبر بس شنو هي الاشياء صندوق اوكي صندوق كتب كلها نفس الشيء ناخذ لنا بس واحد انفتح الكتاب يقول ويلكم مرحبا بك في مودل سرفايفل ما اعرف شنو اوكي 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 هاي الاشياء اللي طالبها من يمنى اول شي بينتينج اللي هي اللوحة اللي تتعلق الحائط وبعد فلور بوت هاي السندانة اللي نحط بيها وردة تي ان تي كل تعرفها تي ان تي بورد ريل سكة مال قطار ام الريدستون مو العادية ها بريد خبزاية كوكت فيش زمتشة مشوية امتي ماب خريطة فارغة وجلوستون ستون بلوك بين قوسين بلوكة يعني بلوكة جلوستون مو جلوستون حبه عرفت شو بعد اكو شيء بالصفحه الثانيه هم تعليمات جود حظا موافقا اوكي هذا الكتاب راح ناخذه يعني. ويانا صندوق هذا ايش تقولوا ناخذ الصندوق ليش انا اصنع صندوق اكيد راح نحتاج صندوق على مود الادوات اللي نخليها والاشياء البلوكات فراح اخذه اوكي والكتب هذا راح اذبهن اذبهن اوكي هنا أنا الهوبر اوكي فعندنا هاي الاشياء راح ابدي اليوم بالاشياء السهله او اليوم راح اصنع ادوات وراح نكمل على على باكر يعني بالفيديو الجاي فاليوم راح اصنع الادوات بس غريب انه كابل ستون ماكو اول شيء خل ابدي بالسهل انه اجي القى كابل ستون طالب من يمنا سندانه سندانه تنصنع من الكلاي فهذا كلاي قدام آه رمل هذا آه الكلي اوكي آه بس الكلي لازم نطبخه بيش بالفرن فنحتاج كابل ستون نحتاج آه كابل ستون خل انزل شويه اكيد خلينا كابل آه كابل ستون جوا او كهف يجوز كهف مخفي الله اعلم فراح احفر وين هنا شو تقول هنا اوكي اوكي ولو لا انكسر الشفر اوكي هذا كابل ستون خلي نكسر اش اه نحتاج نحتاج كابل ستون ادوات كاملة اللي هي ما أدري السيف اثنين بكاكس ثلاثة هاي شقاط خمسة اه شفل واحد هاي ستة بعد شنو اكس ثلاثة سبعة ثمانية تسعة والفرن ثمانية اه نحتاج يا شباب سباطعش حبة على الاقل اقل شي سباطعش بس انا هأخذ اخذ احتياط يعني خاف الادوات تنكسر القديمة ليش ارجع اسوي كيفنج مره ثانيه او شو تقولون هذا نسوي المخبأ مالتنا شو رايكم لو اسوي المخبأ يم الشجره مو احسن امم والله ما ادري مم انا راح اطلع هسه المخبأ يم الشجره احسن قريب ف راح يجي لي راح يجي لي لا 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 راح يجي لي زين شلون اسوي سرير ما خالنا ولا ولا خروف لحد الان بس بقره وخنزير وهناك بقار اثنين امم آه لازم يا شباب نسوي لنا مزرعه بهاي الحاله م... لان الحيوانات قليله لازم نكاثرهم نسوي مزرعه مزرعه تويت ونكاثر الحيوانات على مدن عيش فاوكي نسوي اول شيء فرن هذا الفرن نخليه هنا ونخلي بصفه الصندوق هذا نكتب ما نحتاجها آه نبقي بس واحد نشمر الباقيات اوكي آه شنخلي بهذا الصندوق ها آه راح اشوي الكلي الكلي اشوي بس ثلاثه حلو اخلي الديرت هنا وهذا هنا والكتاب هم هنا وبين ما هاي اصنع ادوات جيبه جيب وين ها نجيب الكبل ستون الخشب ناخذ نصه اه اوكي نسوي ستيك اه نصنع ادوات من كابل ستون اهم شيء سيف خل استعجل بالسيف لان اجى ال, ال الشتاء يا شنو وانت مصوف ايش اوكي اه نصنع بكاكس نصنع اه اكس نحط رقم ثلاثه ونصنع شفل اوكي خلصنا من الادوات وفرنهم جاهز، طلع عنا ثلاثة آه نسوي بهذا الشكل، طلع عنا فلور بوت هاي أول مهمة آه كملناها راح أسوي صندوق ثاني أو ما عندي، ما عندي، هي هاي جيبها جيبها، اوكي راح أخليها هاي بالصندوق على متخافة موت هاي جاهزة، اوكي شباب خلصنا المرحلة الأولى، خنشوف شنو بعد الأشياء المهمة وين الكتاب، آه الأشياء البسيطة على مود اليوم أكملها، عندنا آه بينتنج uh, uh, شوي شويه ما عندنا ادوات هسه تي ان تي نحتاج جن uh, باودر من الكريبر او رمل كريبر هسه المفروض يرسم لي الدنيا ليل الباور uh, دريل uh, هاي صعبه لان تحتاج ايرون وريدستون خبز خبز نقدر نسويها من خلال المزرعه كوكت فيش كوكت فيش كوكت فيش سمكه مطبوخه اوكي نسوي هسه يعني المفروض سناره اوكي نسوي سناره من خيوط العنكب بس عجيب شنو اللعبه على شنو؟ بيسفل يا ورق يا نوب تخلي على بيسفل آه اوكي هسه ايش محتاجين محتاجين عنكبوت يرسبن على مود ناخذ خيوطه ونسوي سناره ومن السنارة اي هذاك عنكبوت رسبن والله شفتك يا عنكبوت آه اكل ما عندي اكل والله اكو واحد اي اجانا فوج الزومبي لا اكل ما عندي يلا اكل اكل لحمكم همزين اجوني ثلاثه زومبي احسن ما ثلاثه سكيلتون على الاقل الزومبيين بيها بيهم فايده اللي هي اللحم مالتهم ولو ما يشبع تاي بقره نحتاج هسه اوكي خلي نخلي اللحمايه اللحمايتين بالفرن لا صرفت الخشب كله على الكلي والله غبي غبي هسه لازم انتظر الاشجار اوكي نحرق بالهذا اوكي والله صار عندي آه غباء يعني شويت الكلاي كله المفروض اشوي بس ثلاثة هذاك سكيلتون يا سكيلاتون سبايدر ارجوك انطيني خيط بعد بعد بس واحد بعد بس واحد انا مود نسوي سنارة اعذروني على الضائب الاضاءة برايتنس بس شو سوي؟ هي دنيا ليل شموع ما عندي فأوكي شباب اريد محتاج بعد بس بس سبايدر واحد فقط فقط سبايدر واحد هنا كل لحم زومبي سرير ما عندي يعني عجيب اكو واحد ما يخلي خرفان المفروض يخلون خرفان يعني هالشي ضروري جدا اعتقد اكو شموع فوق اي والله خلاص اصعد اخذ الشموع ضروري ضروري اصعد اخذ الشموع محتاج الشموع أه جدا نصعد نرجع نصعد بالديرت اوكي اذا جمعت أه فد عدد مناسب من الخشب اسوي درج درج اصعد فوق سلم اوكي نخلي الزاد عليه ونصعد 1 تو 3 فور فايف اوكي اخذ الشموع مالتهم بس راح يصير ما بتراب والله فكره حلوه يا شباب تدرون انه الوحوش كلهم راح يرسبنون هنا ويطيحون والله فكره حلوه المهم هسه خلنا ناخذ الشموع نخليهن جوا احسن بس راح يصير ما بتراب خلينا نخلي شمعه واحده على الاقل والله ما ادري ما ادري حيره خلينا بس وحده هنا وحده هنا يلا كافي خل انزل اه كل حمزون بيخاف اكو وحوش جواب انتظاري يلا انزل انزل والله سيرفاير راح يطول على الاقل شي يمكن ثلاث حلقات او او يمكن اسويها باثنين بس مشكله الكيفنج مشكله كيفنج اوكي آه وين ذاك سبايدر اي ذاك سبايدر تعال, تعال 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 سبايدر يا ورع انطينا خيط لا تضرب لا تضرب وخر اي انطانا خيط هسه اقدر اسوي او ماي جاد شو راح اعبر ما عندي اكل هاي hey, بقره ساعديني شو اسوي هذا وقع بالمي يوقع بالمي بقى بس واحد بقى بس واحد يلا على الاقل نحصل الجن باودر مالته لا تنفجر لا تنفجر لا تنفجر يا ورع انفجر انفجر انا صوتي والله لو مبتعد شويه لو منطينا الجن باودر مالته الحلو انو الزومبين ينطوك لحم هذا الشي راح يساعدنا من ناحيه الاكل هذا الشيء حلو يعني اوكي ان شمع سكيلتون سكيلتون هم ينطينا خيوط يمكن والله ما اعرف يا شباب خلنا ناكل هذا آه راح اخل استدرج السبايدر على مود ما يصيرون اثنين وحوش ضدي بس واحد هاي واخر 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 مو ثلاث وحوش ضدي لا 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 واخر واخر, واخر. تعال سبايدر تعال سبايدر اوكي نقتل هذا السكيلتون المزعج تعال على يا سكيلتون لا 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 تضرب لا تضرب وخر 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 لا 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 لا, ما مهلث ما مهلث. ناخذ اللحم اللي هنا ذا اكو لحم اوكي خل ناكله على مود نستعد لمواجهة هذا السكيلتون المزعج لا لا ما مهلث ما مهلث ما عندي دروع ما عندي دروع شلون نواجهه يا شباب شلون نواجهه كاين افتر ليش درررر يمنا يسرا يمين يسار يمين موت لا 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 شنو ما يضيع ولا ضربة ولا ضربة موت موت يا مزعج موت اوكي آه راح اسوي هسه سنارة آه بهاي الطريقة هي بهاي الطريقة بعد وحدة فوق آه خيطين هنا سوينا سنارة كم آه نكمل اليوم مهمتين ايش آه مو اش وقت تطلعن يا رجال والله احتاج احتاج اسوي فحم احتاج اسوي اه بو بعد فاوكي راح انتظر اه تطلع لي سمكه واشويها اشويها السمكه انا مود نكمل مهمتين اليوم ونكمل بالفيديو او بالحلقه الجايه اوكي يلا لوتم اي اجت 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 هسه كوك ترو هاي سلمون ما ما, ما يصير سلمون ما ما نحتاجها السلمون نحتاج سل... س... سلمة شنو سمكه عاديه اوكي يلا 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 والله سحبتها بالوقت المناسب ليش ما جتني والله حرام غش هذا غش ماينكرافت انتي غشاشه اوكي يلا يلا انا الفقاعات هي اريد سمكه اعتقد نفس المهمه هاي بدارفستي 2 هم نفس المهمه اي مطرت مطرت يقول لك احسن وقت تصطاد بيه هي من تمطر الدنيا تقوم تقوم تطلع لك اشياء نادره وتطلع لك سمك بشكل اسرع اوكي خنجرب خنشوف هاي المعلومه صح ولا غلط اذا اجتني السمكه بسرعه يعني هاي المعلومه صح يلا, يلا 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 وين اريد سمكه هاي والله تاخرت السمكه ماكو كل فقاعه عجيب والله احسن وقت هو بالمطر ومجرب اجت لحم زومبي يلا خلنا أكل على خل. الاقل يقولون تعطيك اشياء ناظره انا طلعت لي لحم زومبي <تصفيق> <تصفيق> اوكي يلا 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 نريد سمكه نيه سمكه عاديه ما اريد سلمون مرات الصيد يطلع لك سدل مرات نيم تاك اجت 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 اوكي هم سلمون عندي اثنين سلمون والله ما اريد سلمون يلا يلا يلا, يلا. يلا. اريد سمكة عادية سمكة عادية يلا كمان يلا يا سمكة والله لا رايدين سمك سلمون ابد ما تطلع ابد بس هو هذا الحظ النايم <applause> هو هذا يعني اوكي اوكي جت 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 واخيرا واخيرا راو سمكة عادية حتى الصبح راح يطلع انا قصيت بالفيديو بس قعدت انتظره واي واي اوكي أه نشوي السمكة العادية ما عندنا خشب نشوي بلاستيك عادي خل ننتظر السمكة انشوت 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 اوكي حصلنا أه كوكت فيش فبهاي هاي بهاي الحالة خلصنا مهمتين اللي هي أه سندانة الورد وسمكة مشوية خل نشوف باقي المهمات أه خلصنا اثنين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية خلصنا اثنين بعدنا اه ستة فراح نكمل هاي المطر صوتها مزعج ادري خلنا نقلل كلش فلهنا وصلنا نهاية الفيديو أتمنى أعجبكم بعدنا ست مهمات انكملة باكر إن شاء الله بالحلقة الجاية فإذا أعجبكم الفيديو خلينا لايك واشترك بالقناة ما مشترك مع السلامة